de Beyrouth. Get the UNIFIL forces out of harm's way. ألم بتتحدث بأن الغارة الأخيرة الإسرائيلية لم تستمر؟ غارة بعد غارة في الضحية. إيران أوصلت رسالة لإسرائيل عبر طالب الجيش الإسرائيلي السكان في فلسطين. قال حزب الله اللبناني إن الجيش الإسرائيلي اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 نتنياهو لضرب منشآت إيران النووية. تغطيتنا مستمرة حول أبرز المستجدات في لبنان التي تمثل حرب. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الخاصة بالحرب على لبنان وغزة، ونبدأها بالعناوين. غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان، وتجدد القصف على ضاحية بيروت الجنوبية، والصحة تسجل سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. الاحتلال يعترض هدفا في المجال البحري لحيفا، وإطلاق مسيرة من العراق باتجاه الجولان المحتل. إسرائيل تهدد بالرد على محاولة اغتيال نتنياهو، والولايات المتحدة تحقق في تسريب خطة تتضمن معلومات وتجهيزات للهجوم. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على 24 بلدة في جنوبي وشرقي ووسط لبنان، وأسفرت الغارات وفق الوكالة الوطنية للأنباء عن مقتل 7 أشخاص بينهم رئيس بلدية ومسعف وإصابة 21 آخرين. وبحسب الوكالة شملت الغارات في جنوب البلاد قضائي صور وجزين بمحافظة الجنوب، وأقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبية بمحافظة النبطية، بينما استهدفت الغارات في شرق لبنان قضاء بعلبك بمحافظة بعلبك الهرمل، وقضاء البقاع الغربي بمحافظة البقاع، وفي الوسط استهدفت قضاء علي بمحافظة جبل لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم نحو 175 هدفا في غزة ولبنان خلال الساعات 24 الماضية، وأضاف في بيان أن قواته هاجمت 65 عنصرا لحزب الله في جنوبي لبنان، واستهدفت عشرات الأهداف بما في ذلك خلايا ومنصات إطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل ومبان عسكرية. شن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت وفق ما قالت وسائل إعلام لبنانية، واستهدف القصف عدة مناطق بينها منطقة سان تيريز في الحدث، فضلا عن حارة حريك. وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك ومنطقة حدث بيروت في الضاحية. ومن جنوبي لبنان ينضم إلينا مراسلنا أحمد القصير. أهلا بك أحمد. أحمد، ضعنا في آخر المستجدات الميدانية في الجنوب اللبناني. صباح الخير كاترين. طبعا ليلة عنيفة كانت على جنوب لبنان، وتحديدا على بلدة الخيام وعدة بلدات جنوبية منها تلال كفر شوبة وكفر شوبة. أيضا غارات كانت متنقلة في الأراضي اللبنانية ابتداء من البقاع وصولا إلى الجنوب، وطبعا كان هناك غارة على بلدة البارحة سحمر البقاعية التي أدت إلى مجزرة، وأيضا سقط فيها رئيس بلدية سحمر في تلك النقطة ضحية هذه الغارات. إضافة إلى أنه هنا خلفي
كان قد استخدمت القنابل الفوسفورية ضد بلدة كفر شوبا من قبل العدوان الإسرائيلي. وعند الساعة 5 تقريبا فجرا كان هناك عدة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، كان هناك غارتين على ضاحية بيروت وغارة ضمن بيروت على الحدث، وغارة على منطقة حريك في بيروت، إضافة إلى أنه كان هناك محاولة توغل من منطقة الظهيرة من قبل الجيش الإسرائيلي. ليلا سمع قصف مدفعي وغارات جوية وغارات مسيرة، إضافة إلى رشقات من الرشاشات الثقيلة، وتدل على أن هناك كان اشتباكات ليلية قريبة يقال لها أنها اشتباكات من النقطة صفر هنا في هذه المنطقة. لكن طبعا المشاهدات التي نشاهدها غارات جوية إضافة إلى خرق جدار الصوت كان، وأيضا كان هناك استهداف لعدة منازل في تلك المنطقة، وأيضا النقاط التي تقدم إليها الجيش الإسرائيلي يقوم بتفخيخ بعض المنازل وتفجيرها في عدة بلدات. فالبارحة كان هناك عديسة والطيبة وأيضا كفر كلا، وأيضا رافق هذا تفجير غارات على بعض المناطق المحيطة بها. أحمد، بالحديث عن تفجير هذه المنازل، هل ما زال أهلها يقطنوها؟ لا يوجد أحد في تلك النقطة كاترين. طبعا هذه النقاط كانوا غادروها أهلها منذ بداية 8 أكتوبر نتيجة القصف العنيف الذي تركز على بلدات الخط الأزرق بشكل عام، إن كان ابتداء من عيت الشعب وصولا إلى بعض البلدات الجنوبية في قطاعات أخرى. لكن هذه البلدات أيضا دارت فيها معارك عنيفة، يتبع فيها العدوان الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة، حيث يقوم بتفجير أغلب المنازل في البلدات كما حصل في ميس الجبل وعدة مناطق أخرى في القطاعات الأخرى. طيب، ومع اشتداد هذه الغارات أحمد، كيف تسير عمليات إنقاذ الجرحى وكيف هو وضع المشافي في المنطقة؟ طبعا المشافي في الجنوب اللبناني أغلبها يعني الذي يخدم الجنوب كان هو خارج الخدمة أو يقدم إسعافات أولية، إضافة إلى أن هناك عدة مشافي أخرى في مناطق عدة كانت قد أعطي الأمر لها من وزارة الصحة بإيقاف العمليات الباردة وبدء استخدام العمليات استقبال العمليات الحربية الحاملة. أنا الآن نحن نتحدث معك كمر دوريات الجيش اللبناني واليونيفيل من هنا من هذه المنطقة، تعبر هذه المنطقة في هذه اللحظات. طبعا هذه الدوريات هي دوريات راجلة، دوريات مؤللة في هذه المنطقة، دائما يسيرها الجيش اللبناني وتسيرها قوات اليونيفيل للحفاظ على هذه المناطق التي بقي أهلها وسكانها فيها. طبعا أما بالنسبة نعود بالنسبة للجرحى كاترين، الجرحى تسعف إلى مشافي خارج نطاق الجنوب أحيانا، لأن الإسعافات الأولية التي تقدم هنا والمشافي أصبحت في مناطق، أغلب هذه المناطق أخليت نتيجة التحذيرات الإسرائيلية، إضافة إلى أنه أيضا في هذه النقاط هذه المشافي هي عادة ليست كثيرة، لكن أغلبها كان قد أخلى سكان هذه البلدات، مما جعل هذه المشافي تكون فقط للإسعافات الأولية ومن ثم يتم نقل الجرحى إلى الأمام. أيضا الفرق العاملة دائما يعني هي في خطر، وتحديدا بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يستخدم سيارات الإسعاف وما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. والآن يعني في بلدة صيرة فلا يزال إلى الآن أو حتى اللحظة رفع الأنقاض على أحد المناطق التي استهدفت والتي يوجد تحت الأنقاض هناك ضحايا وجرحى. أحمد، بالحديث قبل قليل عن الدوريات التي سارت من الجيش اللبناني واليونيفيل، ما وضع اليونيفيل اليوم في جنوب لبنان؟ هل ما يزال هناك غارات تستهدف مواقعه؟ طبعا كاترين اليونيفيل لا يزال موجود في مواقعه، وكان هناك عدة غارات في محيط مناطق اليونيفيل سابقا، واستهدفت بعض الغارات أو الاستهدافات المدفعية استهدفت بعض نقاط اليونيفيل وأدت إلى جرحى منهم. لكن رئيس القوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني قال نحن باقون هنا لنفرض السلام في هذه المنطقة ولن نغادر. شكرا جزيلا لك أحمد القصير، كنت معنا من جنوب لبنان. أفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء اللبنانية بأنه ارتفع عدد القتلى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 2448، في حين بلغ عدد المصابين 11471. وذكر التقرير الصادر أن 30 شخصا قتلوا وأصيب 135
30 آخرون من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في الساعات 24 الماضية. وأضافت إدارة الكوارث أنه تم تسجيل 82 غارة جوية مع قصف على مناطق مختلفة من لبنان تركزت معظمها في الجنوب والنبطية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10,415 اعتداء. نشر الجيش الإسرائيلي لقطات لما قال إنها تدمير بنية تحتية تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان، بينها مركز قيادة لقوة رضوان، كما أظهرت المقاطع جنودا إسرائيليين أثناء المعارك الدائرة جنوب لبنان. חנות מיידן כאן קודקוד, חנות לפיצוץ, 4, 2, 1, פיצוץ! نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة لما قال إنها قواته أثناء تنفيذ عمليات في جنوب لبنان ضد حزب الله. הפעלה שנייה תהיה, אחד, שתיים. كما نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد تظهر تدمير مساجد ومدارس ومناطق سكنية في جنوب لبنان بأكثر من 100 طن من المتفجرات. زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في وفاة معتقل أثناء احتجازه في جنوب لبنان. هذا ولم تذكر إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل أخرى عن ذلك المعتقل مثل وقت وفاته أو أسبابها ولا تاريخ احتجازه. وأثار خبر وفاته تساؤلات حول تفاصيل وفاته وما إذا كانت ناتجة عن أفعال من العناصر. مشاهدينا، وفي خبر عاجل، تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت الآن. إذن هناك غارات إسرائيلية الآن على الضاحية الجنوبية في بيروت. من هناك تنضم إلينا مايا هاشم مراسلتنا من بيروت. أهلا بك معنا مايا. مايا، حدثينا عن تجدد الغارات في الضاحية.
صباح الخير كاترين لك ولجميع المشاهدين. فعلا تجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ قليل، وأيضا يعني منذ دقائق، وأيضا في ساعات الصباح الأولى شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، تحديدا غارتين على حارة حريف وغارة على منطقة الحدث. وأيضا يوم أمس شن الطيران الحربي الإسرائيلي واستأنف الغارات التي اعتاد أن يشنها في السابق على الضاحية الجنوبية لبيروت. تأتي هذه الغارات تزامنا مع استهداف حزب الله وإطلاق مسيرة في كيساريا على بيت نتنياهو، وخاصة نتحدث أن الرئيس ميقاتي كان قد تحدث عن ضمانات أمريكية بعدم استهداف إسرائيل مجددا لبيروت أو الضاحية الجنوبية لبيروت. ولكن مع التصعيد الذي يعتبر هو تصعيد من نوعه عندما أطلق حزب الله مسيرة تجاه منزل نتنياهو في كيساريا، وبالتالي عادت وتجددت الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت. المحاور التقليدية لا يزال تستهدفها الغارات والطيران الحربي الإسرائيلي أيضا، إذ شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة لخيام الجنوبية، وكذلك على بلدة أيضا معركة في الجنوب، وأيضا على ميس الجبل الجنوبية. وحاول التسلل قوات من الجيش الإسرائيلي على بلدة أضهيرة من محور بلدة أضهيرة، تصدى لهم مقاتلو حزب الله، وتزامن مع عملية التوغل البري أو التسلل البري قصف مدفعي لبلدة أضهيرة التي تشهد بشكل دائم قصف متواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا ليل أمس ويوم أمس كان هناك غارات على الجنوب اللبناني بأكمله وعلى بلدات وقرى جنوبية عدة، كذلك في البقاع اللبناني والعمق اللبناني في بعلول وفي سحمر وفي العديد من الغارات، وأدت الغارات على البقاع إلى مقتل 7 أشخاص يوم أمس بغارات على عدة مناطق في البقاع اللبناني. إذن عادت الغارات مجددا على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستؤنفت من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي مجددا، وكذلك على الجنوب الذي اعتاد جيش الاحتلال على قصفه ليلا ونهارا، وكذلك البقاع. نتحدث أيضا عن اليونيفل يعني سفارات الإنذار بدأت تدوي في مناطق كتيبة ميس الجبل، وذلك بعد أن وصل الخطر على حدود هذه الكتيبة العاملة في اليونيفل في معركة، وأيضا في بلدة ميس الجبل الجنوبية. القوات العاملة في البلدة، القوات اليونيفل الأجنبية، طالبت بإيصال المستعدات والمياه، وذلك بسبب انقطاع وصول المواد الغذائية بسبب الدمار الذي حل في المنطقة، على الرغم من أن هناك تشديدات أممية وعربية ومحلية بعدم استهداف قوات اليونيفل وبتحييد قوات اليونيفل، ولكن على ما يبدو أن إسرائيل تقوم بذلك تمهيدا لما تسميه بعملية توغل بري محتملة في مايا. يعني القصف في الضاحية الجنوبية كان يتركز على منطقة تسمى حارت حريك، وأيضا هناك سانتريز في الحدث. حدثينا عن هاتين المنطقتين، طبيعتهما، هل هم متلاصقتين، طبيعة السكان الذين هناك يعني؟ نعم كاترين، الضاحية الجنوبية لبيروت هي عقر دار حزب الله، وأيضا منطقة حارة حريك فيها المربع الأمني، ومن يريد مثلا من السكان أن يعيش هناك أو أن يسكن هناك أو أن يقطن لفترة سواء كانت قصيرة أو طويلة عليه الحصول على موافقة أمنية من قبل حزب الله الذي يسيطر على تلك المنطقة. إذن هي منطقة يعني بطبيعة الحال وبشكل عام هي من بيئة حزب الله ومن البيئة الحاضنة للحزب، وبالتالي الضاحية الجنوبية أيضا بأكملها هي مهددة، وليس فقط حارة حريك. أيضا منطقة السانتاريز هي في الضاحية، وسكان هذه المنطقة طبعا هم يعني بمعظمهم من البيئة الحاضنة لحزب الله، وبالتالي هذه الاستهدافات هي تطال العديد من المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت. ونتحدث أيضا عن مناطق عدة، ليست فقط هذه
المناطق التي يتم استهدافها في الضاحية الجنوبية لبيروت، بل العديد من المناطق في الضاحية أصبحت تحت نيران جيش الاحتلال، وكذلك بعض المناطق في الضاحية هي يعني يسيطر عليها الدمار بالكامل، والعديد من الأبنية سويت بالأرض جراء القصف الإسرائيلي الذي احتدم والذي ارتفعت وتيرته على لبنان بأكمله منذ ما يقارب 25 يوما حتى يومنا هذا. نعم وكاترين، أيضا هناك بالنسبة للصحة اللبنانية ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 2448 قتيلا، إضافة إلى 11 جريحا البعض منهم في وضع حرج. المعلومات التي متوفرة لدينا تقول أن الأسبوع المقبل سيشهد يعني نشاطا دبلوماسيا على الصعيد لبنان الرسمي. من المتوقع أن يصل أمس هاكشتاين المبعوث الأمريكي إلى بيروت للقاء الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي من أجل التباحث بعملية وقف لإطلاق النار وعرضها على إسرائيل، ومن ثم أيضا تطبيق للقرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب اللبناني. وكان أيضا يعني هذه المواقف أطلقها في السابق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. مايا، هناك تخوف أيضا في بيروت من قصف المطار، حدثينا عن وضع المطار، هل هناك رحلات تجري مسيرة من المطار بيروت؟ نعم كاترين، هي الشركة الوحيدة التي تعمل هي شركة طيران الميدل إيست الشرق الأوسط التابعة للخطوط الجوية اللبنانية. كنا قد أجرينا تقريرا حول إمكانية استهداف المطار وكيف يعمل المطار في هذه الفترة، وكان يعني هناك إجابات واضحة بأن هناك تطمينات لا ضمانات بتحييد المطار، أي أن يعني الأمور ليست قطعية وليست محسومة، ولكن هناك تطمينات أمريكية بعدم استهداف إسرائيل لمطار بيروت على الرغم من خطورة موقع المطار الذي يقع على جهة المتاخمة جدا والمقابلة للضاحية الجنوبية لبيروت. إذن طيران الشرق الأوسط لا يزال يسير رحلاته بشكل يومي، وهناك عمليات تقييم للمخاطر كما جاء في المقابلة، هناك عملية تقييم للمخاطر بشكل يومي لسلامة لضمان سلامة وأمن الركاب، ولكن حتى الساعة يعمل المطار، وهناك خطة بديلة فيما لو قرر جيش الاحتلال استهداف مطار بيروت، ولكن حتى الساعة يعمل بشكل يومي، وهناك تسير أكثر من رحلة بشكل يومي من وإلى مطار بيروت، ولكن فقط هذه الشركة اللي هي التابعة للطيران يعني للخطوط الجوية اللبنانية فقط التي تعمل بعد أن توقفت العديد من شركات الطيران وألغت رحلات من وإلى مطار بيروت بعد التصعيد الذي بلغ ذروته منذ 25 يوما حتى يومنا هذا بين جيش الاحتلال وحزب الله. واقتصاديا كيف هو الوضع في بيروت؟ هل هناك زيادة في الأسعار، في أسعار المواد الأساسية، خاصة مع النزوح الداخلي الذي حدث في لبنان؟ يعني دعيني أشرح لك أين ارتفعت الأسعار. ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ جدا وبشكل غير مسبوق في إيجارات المنازل. هناك يعني من يستغل النازحين البيت الذي كان يتم استئجاره بما يقارب 200 دولار أمريكي أو 300 دولار أمريكي، اليوم يتم استئجاره بما يقارب 2000 دولار أو 1500 دولار أمريكي. وبالتالي غابت عن وزارة الاقتصاد أيضا إيجاد يعني تفعيل الرقابة في هذه الفترة، خاصة عن النازحين الذين البعض منهم نزحوا يعني نزحوا بكل ما لديهم من يعني بسرعة للوصول إلى بر الأمان، وبالتالي هناك عملية استغلال للنازحين حول استئجار المنازل وارتفاع إيجارات المنازل بشكل كبير جدا وبشكل غير مسبوق كما ذكرت، دون وجود خطة من قبل الحكومة لتفعيل الرقابة. وهناك العديد من النازحين طبعا الذين لا يملكون الأموال هم
يبيتون في الطرقات وفي السيارات ويواجهون ظروفا صعبة. أسعار السلع والخدمات لم ترتفع بشكل ملحوظ، هناك يعني ارتفاع طفيف جدا، ولكن أسعار إيجارات المنازل ارتفعت بشكل كبير جدا، وهناك عملية استغلال للنازحين الذين فروا من الغارات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع أيضا. شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها في المجال البحري لحيفا دون تفعيل الإنذارات. من جانبها ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة وبلدات محيطة بها في إصبع الجليل شمالي إسرائيل. بدوره أعلن حزب الله أنه قصف مستعمرة روش بينا جنوب شرقي صفد بصلية صاروخية. أعلنت ما تسمى المقاومة الإسلامية في العراق استهداف هدف للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بواسطة الطائرات المسيرة، وأضاف البيان بأن عملياتها في استهداف الجيش الإسرائيلي مستمرة وبوتيرة متصاعدة، في حين أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا ذكر فيه بأنه رصد هدفا جويا مشبوها من جهة الشرق عبرت من هضبة الجولان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة، مشيرا إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلتنا ريم العمري. أهلا بك ريم. ريم، في خبر عاجل وردنا قبل قليل أنه أيضا هناك اعتراض صاروخ كان قادما من لبنان باتجاه حيفا، حدثينا أكثر عن التفاصيل. نعم هذا صحيح كاترين، دوت صفيرات الإنذار في حيفا وعكا وبلدات عدة بالجليل، تقريبا في 30 مدينة وبلدة في الشمال دوت صفيرات الإنذار هذا الصباح. الجيش الإسرائيلي قال إن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها كما قال في المجال البحري لحيفا ودون تفعيل صافرات الإنذار. أهالي حيفا وسكان حيفا أبلغوا عن سماع دوي انفجار قوي في منطقة الميناء صباح هذا اليوم، وكان قد أعلن أيضا الجيش أن طائرة مسيرة قادمة من الشرق عبرت مرتفعات الجولان وسقطت في منطقة مفتوحة دون إصابات، وأيضا الجبهة الداخلية الإسرائيلية أفادت بأن صافرات الإنذار في عدة مناطق قد دوت نتيجة لهذه الإطلاقات الصواريخ. الجيش الإسرائيلي أيضا أعلن قبل قليل في بيان مقتضب أن صافرات الإنذار في عكا أيضا وفي عتليت ودالية الكرمل وعسفية وكريات شمونة والمطلة وعدة مناطق على الشريط الحدودي مع لبنان دوت بها صافرات الإنذار، وأن هناك رشقة صاروخية انطلقت من الأراضي اللبنانية بالتزامن مع الغارات التي شنها الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان قد طالب الجيش الإسرائيلي سكان منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت إخلاءهما تحسبا لغارات كما يقول شنها على مبنيين يدعي الاحتلال أنهما يضمان منشآت لحزب الله. إذن بالتزامن مع الغارات التي شنها الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت قصف حزب الله مواقع إسرائيلية. بطبيعة الحال لم تعلن إسرائيل المواقع التي سقطت فيها الصواريخ، لكنها قالت أن صاروخ واحد تم اعتراضه بفعل الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وشهدت هناك محاولات اعتراض لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات بياليك في السماء في محيط حيفا، ومحاولات اعتراضات أيضا لصواريخ في سماء حيفا، وهناك كان ثلاث انفجارات في حيفا بعد إطلاق صافرات الإنذار. نتحدث إذن عن أن السكان سمعوا دوي ثلاث انفجارات في حيفا بعد
طبعا في منها انفجار لم تدوي صافرات الإنذار، يعني تم سماع الانفجار قبل أن تدوي صافرات الإنذار، ثم بعد ذلك دوت في جنوب حيفا. هذه التطورات تأتي كاترين بعد يوم من حدث كبير لا تزال تداعياته في الأوساط السياسية الإسرائيلية كبيرة، وهو أن تمكنت مسيرة انطلقت من جنوب لبنان بالوصول إلى منطقة قيسارية وقصف منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. هذا الأمر له تداعيات كبيرة ما زالت تناقش، أبرزها أن إسرائيل اليوم أوردت خبراً يقول أن أكثر من 24 ساعة مرت على محاولة الاغتيال الإيرانية لنتنياهو، ورئيسا المعارضة يائير لابيد وبيني جانتس لم ينشرا كلمة إدانة واحدة ضد أعدائنا. بالطبع تم استغلال هذه الحادثة في كل إسرائيل حتى تكون أنها محاولة اغتيال إيرانية لأكبر رأس في الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي هناك سيكون رد على هذا الأمر من قبل إسرائيل. ربما سيناقش هذه الليلة كاترين، حيث سينعقد مساء اليوم الكابينت الإسرائيلي، المجلس الحربي المصغر أو المجلس الأمني المصغر، ومن الممكن اتخاذ قرارات بعد نقاش هذه الحادثة التي صنفتها إسرائيل أنها حادثة نوعية وخطيرة جدا وكبيرة جدا. ربما ستناقش هذا الأمر وتتخذ قرارات معينة. هي لليوم لم تأخذ القرار بعد أو لم تبدأ بقرار الهجمة التي تريد أن تقوم بها أو الضربة التي تريد أن تقوم بها لإيران، فلذلك ستناقش اليوم عدة قضايا، منها كيف سترد على محاولة اغتيال نتنياهو، أيضا هل ستنتظر بلينكن الذي سيصل إلى إسرائيل بعد غد الثلاثاء لبحث إحياء مفاوضات صفقة التبادل والهجوم على إيران، أم سيسبق ذلك ضربتها على إيران، لكنها للآن لم تأخذ قرارها ببدء هذه الضربة على إيران. شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. وينضم إلينا العقيد إسماعيل أيوب، محلل عسكري واستراتيجي من عمان. أهلا بك سيادة العقيد معنا. بداية، كيف تقرأ توسيع نطاق الاستهدافات في لبنان؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك كريستين والسادة المشاهدين. مؤكد يعني من يمتلك سلاح الجو الكبير موجود لدى إسرائيل يستطيع يعني أن يوزع الأهداف التي يريد تدميرها وتحطيمها حسب الرؤية العسكرية الموجودة وحسب الموقف الدولي والسياسي والاستراتيجي الذي اتخذه، خاصة أن المقولة القديمة التي كانت تقول أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يخوض حربا طويلة، وقد أثبت الآن أنه في حربه ضد فصائل المقاومة في غزة ما باتت يعني قطعت العام، يعني أكثر من عام مضى عليها، أكثر من عام. طبعا هذا نتيجة الدعم الاستراتيجي الغربي لإسرائيل على كافة الصعد، لكن أنا أحاول أستقرأ يعني خطة الحكومة الإسرائيلية وخاصة نتنياهو. نتنياهو يحب أن الانتصارات حتى يعزز موقفه السياسي. ما دام أن سلاح الجو يستطيع تنفيذ المهام ويحقق انتصارات دون التوغل بعملية برية في جنوب لبنان بشكل كبير جدا ودون وقوع خسائر، فهذا من شأنه أن يرفع من شأن نتنياهو وحكومته المتطرفة، وبالتالي سلاح الجو لا يستطيع حزب الله أن يؤثر عليه، وبالمقابل هذا السلاح يستطيع تدمير وتحطيم البنى التحتية ومخازن السلاح وعقد الاتصال والأنساق الثانية لحزب الله. ما دامت هذه الخطة أعتقد ناجحة، وأعتقد أن هناك يعني حيز زمني متروك للمداولات السياسية بين الدول للتداول في شأن الحرب بين لبنان وحزب الله. حتى الآن لم يتخذ نتنياهو قرار بالهجوم العسكري الحاسم، ما زالت الأمور في على 120 كيلومتر من الجبهة مناوشات، هناك ضربات تتخللها ضربات جوية كثيفة على بعض النقاط الهامة والتلال الحاكمة، وما يعني
يصدر عن نتائج الاستطلاع، وبالتالي يعني مستمر نتنياهو وقادته العسكريين بتنفيذ الخطط العمليات الجوية، وهي يعني مستمرة من مشارف القصير في سوريا، في مرورا بالحدود السورية، الممرات الترابية والممرات النظامية، وأيضا الضاحية الجنوبية، وبالأمس كان هناك ضربة كبيرة في منطقة بعلبك. إذن يعني هناك بنك أهداف مؤكد، لديهم سلاح جو قوي يستطيع يعني توزيع هذه الأهداف على هذه الطائرات بسهولة، وأيضا استطلاع أماكن خروج الصواريخ والطائرات المسيرة ومحاولة تدميرها، ريثما تنضج فكرة من قبل الحكومة أو الشق السياسي في الحكومة المتطرفة، هل سيكون هناك غزو بري كبير أم هل يستمرون في الضربات الجوية حتى إنهاك وتحطيم قدرات العدو المقابل. وبالتالي يعني حتى الآن لا نستطيع أن يعني نستطيع أن نستقرأ من خلال ما يجري من ضربات جوية ومناوشات على الحدود، إلا أن يعني القيادة السياسية والعسكرية حتى الآن لم تصدر أمر بالهجوم الكاسح على جنوب لبنان، ما زالت ما دام أن السلاح الجو يحقق بطبيعة الحال انتصارات، وهذا يعطي زهو لنتنياهو. وأعتقد أن حتى ضربة الطائرة المسيرة أمس على منزل نتنياهو، أعتقد يعني هناك شبهات كثيرة تشوبها إذا أردت ندخل في تفاصيلها، لكن أيضا هذا يرفع من شأن نتنياهو، و يعني في وسط المجتمع الإسرائيلي، و يعني يلتف حوله من لم يلتف حوله سابقا، بالإضافة إلى الوزراء المتطرفين، وبالتالي يعطي دفع لنتنياهو وزخم لهذه الحكومة بالذهاب إلى مدى أكبر في قصف المنشآت التابعة لحزب الله، وحتى تابعة ربما في الأيام القليلة القادمة منشآت تابعة للحكومة، إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي لمسألة حزب الله في جنوب لبنان. ولكن سيادة العقيد، بما أن الأهداف يستطيع الحصول عليها من فقط من سلاح الجو، لماذا دائما نسمع عن اشتباكات مع عناصر لحزب الله من المسافة الصفر؟ لماذا دائما هناك محاولات بالدخول البري؟ يعني كما قلت لك، منتشي نتنياهو بتحقيق الانتصارات على مستوى الطيران. قلنا أن الآن هناك 4 فرق في النسق الأول منتشرة على خط جبهة طوله 120 كيلومتر من كفر كلا شمالا إلى رأس الناقورة، وهناك في النسق الثاني فرقة جديدة وألوة احتياط. يعني الخطط العسكرية البرية معدة لغزو جنوب لبنان، يعني هناك خطط معدة، وأعتقد أن نسب الاستكمال باتت شبه 100%. وما يعزز هذه الفكرة أن دائما بين الفينة والأخرى يكون هناك هجمات، يعني محور العديسة، كفر كلا باتجاه الطيبة، باتجاه رب 30، هناك توغل للقوات الإسرائيلية، بين ميس الجبل، أيضا في منطقة ميس الجبل هناك توغل، باتجاه شبعة وهناك توغل، أيضا محور القوزح للإحاطة على عيت الشعب، هناك توغل حوالي 2 كيلومتر، أيضا في المناطق في منطقة عيترون ومارون الراس هناك توغل، وهناك تأهب، وهناك عمليات قصف مدفعي شديدة، وأحيانا نرى أن هناك عمليات قصف جوي جنوني، يعني تدمير قرية بكاملها في غارة جوية واحدة. وبالتالي ما زالت أنا أرى من خلال القراءة العسكرية لتمركز وتموضع القوات على حد الأمامي هو تموضع هجومي بلا شك، لكن حتى الآن لم يأخذ صفة الغزو، هو يعني أقل من تقدم وأكثر من استطلاع بالقوة. لكن هذا يعود إلى القرار العسكري، إلى تقدير موقف من القائد العسكري والأوامر التي يأخذها من القادة السياسيين. حتى الآن لم يتبلور مع الحكومة السياسية في إسرائيل قرار باتخاذ قرار بالتوغل في جنوب لبنان.
وأعتقد أن القوات الموجودة كافية لأن يعني تصل إلى نهر الليطاني خلال يومين أو ثلاثة أيام بالحد الأعظم إذا كان هناك قرار سياسي نتيجة لما هو محشود. لكن لماذا أحد الأسباب الهامة جدا التي يعني يتأنى فيها نتنياهو وقادته هي عدم وقوع خسائر بشرية. ما يؤلم أكثر ما يؤلم الإسرائيليين هو وقوع خسائر بشرية. ما دام أن الطيران والمروحيات وأسلحة الرمي المباشر والمدفعية تحقق انتصارات تزهو بها القيادة الإسرائيلية، فحتى الآن ليس هناك داعي لأن تدفع بقوات راجلة إلى العمق وتقع فيها خسائر، وهم يعلمون أن يعني باستطاعة عناصر حزب الله إيقاع هذه الخسائر بما يمتلكونهم من أسلحة ميمدال وأسلحة رمي مباشر من أسلحة المشاة المتطورة الروسية كورنيت والميتس وغيرها من القواذف. وبالتالي يعني لماذا أنا أدفع بالقوات إلى الأمام لتقع فيها خسائر بشرية وتؤجج علي الرأي العام الإسرائيلي، ما دام أن حتى الآن الطيران والمروحيات والمدفعية تحقق لي هذا المأرب، حتى أن هناك حتى الموقف الدولي يعني موقف دولي داعم لإسرائيل. أمريكا تفتح يعني فاتحة جسر الجوي للسلاح والذخائر وما إلى ذلك. وكما أشرت في بداية حديثي أن حرب الطويلة تعودت عليها إسرائيل، ما دام أن الاقتصاد الإسرائيلي مسنود، القرار السياسي مسنود، خطوط الإمداد بالسلاح والذخيرة مفتوحة على مصراعيها، دعم بكل، فلماذا لا تكون حرب طويلة كالتي حصلت في غزة؟ ولتكن ولتمتد شهر شهرين سنة سنتين، هذا لم يعد يهم في قراءتي، لم يعد يهم القيادة الإسرائيلية، لكن لا يريدون أن تقع خسائر بشرية، لأن الخسائر البشرية تؤثر يعني أكثر ما يؤثر على الجيش الإسرائيلي هي الخسائر البشرية وليست الخسائر المادية، خاصة أنها ليس هناك مقارنة بين ما تحدثه أسلحة حزب الله وبين ما تحدثه أسلحة الطيران الإسرائيلي. نرى أن قنبلة MK تستطيع تدمير عمارة ممكن 10 طوابق أو 20 طابق، بينما 20 صاروخ من صواريخ حزب الله يمكن أن تؤثر على غرفة أو غرفتين أو طابق في بناية. وبالتالي يعني ليس هناك يعني خوف من إيقاع من وقوع خسائر حتى خسائر عينية كبيرة ما دامت أن التراشق بين الإسرائيليين وحزب الله بهذه الأسلحة، ما دام هناك تفوق إسرائيلي فلما لا فلتطل هذه الحرب، وعندما تحين الفرصة للغزو بشكل بسرعة كبيرة وبأقل خسائر ممكنة يمكن اتخاذ القرار السياسي في أي لحظة وأعطاء الأمر للقائد المشترك في الجبهة الشمالية للتوغل. لكن حتى الآن أنا لا أرى أن هذا الأمر قد نضج لدى القيادة السياسية في إسرائيل. سيادة العقيد، إذا ما تحدثنا عن جبهة الجولان المحتل، هناك دائما تحركات عسكرية فيها، وأيضا ما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق ترسل بين الحين والآخر مسيرات تصل إلى الجولان المحتل، ما فعالية هذه المسيرات اليوم؟ يعني الجولان المحتل يوجد فيه حوالي 55 ألف مستوطن، كل المستوطنين كل عدد اليهود موجودين في الجولان المحتل 55 ألف، يوجد فيه فرقة أعتقد متمركز فيها الفرقة 10 في مقر قيادتها في كفر نفاخ وسط الجولان، ويوجد فيها يعني بطبيعة الحال أهداف عسكرية، يوجد فيها رادارات في تل الفراس، في تل أبو الندى، في تل الشيخة، في هذه تلول استراتيجية حتى في شمال الجولان في جبل الشيخ، يعني مرصد يكشف مسافة أكثر من 2000 كيلومتر ويعني يقسم إلى قسمين ويربط القسمين تلفريك لأن لا يوجد رابط بري بينهما. وبالتالي هناك مواقع استراتيجية كثيرا في الجولان، لكن يعني استهداف الجولان بطائرات مسيرة من العراق يعني أعتقد فعاليته ضعيفة جدا، يعني الطائرة المسيرة تقطع من العراق إلى الجولان لا أقل مسافة 500 كيلومتر إذا افترضنا أنها يعني أطلقت من الحد الغربي
وبالتالي يعني هذه الطائرات يكون الرأس المتفجر فيها أو الحشوة المتفجرة أو أي شيء متفجر فيها لا يزيد عن 30 إلى 50 كيلوغرام، وبالتالي أيضا يعني عوامل الرياح وانحراف الطائرة، ويعني ليس هناك دقة في إصاباتها، وبالتالي يعني رأينا كثير من أو سمعنا وقرأنا وشاهدنا كثير من هذه الاستهدافات تقع دائما في أراضي مفتوحة ولا توقع خسائر كبيرة، وبالتالي يعني هي عامل معنوي من قبل ميليشيات الحشد في العراق المساندة لحزب الله، ويعني أعتقد أنه ربما في الأيام القادمة يعني ستلقى نصيب من القصف الجوي الإسرائيلي. هذا بلا شك يعني مصطلح أن الميليشيات الداعمة لحزب الله سواء في سوريا أو في العراق سيتم استهدافها، لكن بشكل أو بآخر هي تؤثر على الرأي العام، تؤثر على المعنويات، يعني على الإعلام أن محور المقاومة يقاتل مع حزب الله ويشترك مع حزب الله وحدة الساحات وما إلى ذلك، لكن يعني الحليف الرئيسي لحزب الله اللي هو الذي يعني يتمثل بنظام بشار الأسد الآن يعني يمنع نشاط حزب الله، يسيطر على مستودعات الأسلحة، يحاول بكل الوسائل المتاحة له منع إطلاق أي حتى طلقة كلاشينكوف من الجولان، خاصة بعد الإنذار الذي وجهته إسرائيل بتقدمها في منطقة كودنا وأيضا في منطقة جباتا، حيث توغلت القوات الإسرائيلية بحدود كيلومتر وأكثر وحفرت متاريس وحفرت خنادق وما إلى ذلك، يعني شبه احتلال وخرق لاتفاق الهدنة عام 1974 شرق خط ألفا، وصلوا إلى خط برافو وإلى شرق خط برافو، وبالتالي يعني ضربات الميليشيات الحشد بهذه الطائرات المسيرة يعني أهميتها إعلامية ودعائية أكثر من أهميتها عسكرية، ليس لها أهمية عسكرية كثيرة. شكرا جزيلا لك العقيد إسماعيل أيوب محلل عسكري واستراتيجي، كنت معنا من عمان. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر سياسية بأن الإيرانيين سيدفعون ثمن محاولة اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأضافت بأن محاولة الاغتيال تعد كسرا للقواعد وأن حزب الله هو ذراع إيران وبالتالي هو المسؤول عن محاولة اغتيال نتنياهو وسيكون هناك رد على الحادثة. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن تحقق في تسريب لوثائق سرية تقيم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران، وأضافت الوكالة بأن التحقيق يفحص ما إذا كان تسريب الوثائق متعمدا أو تم الحصول عليها بطريقة أخرى مثل الاختراق. وتشير الوثائق إلى أن إسرائيل مستمرة في نقل تجهيزات عسكرية من أجل شن هجوم على إيران ردا على هجومها الصاروخي الباليستي المكثف الذي وقع في أول هذا الشهر. ونشرت الوثائق التي تحمل علامة سري للغاية على الإنترنت عبر تطبيق تليجرام، وكانت شبكة CNN وموقع أكسيوس الإخباري أول من تطرق إلى واقعة التسريب. قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان إن بلاده لن تسمح لأي جهة كانت أن تستنسخ نماذج الفوضى والدمار التي حول الأردن إلى بلده. وأضاف حسان إن الأردن يدعم فلسطين لكن لن يقبل أي تحريض على أمنه. جاء ذلك بعد يوم من قيام شابين أردنيين باجتياز الحدود الفلسطينية وإطلاق النار على جنود إسرائيليين. تبين لاحقا أنهما ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تحقيقا أوليا للجيش الإسرائيلي كشف أن الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا من نوع صياد 107 التي يصعب رصدها واعتراضها.
وذكرت القناة الثانية عشرة أن التحقيق كشف أيضا عن كون هذه الطائرة المسيرة من النوع نفسه الذي ضرب قاعدة تدريب للواء جولاني في منطقة بنيامين الأحد الماضي. وأضافت القناة أن التحقيق الأولي أظهر أنه تم إطلاق 3 طائرات مسيرة في الحادث، وتم اعتراض 2 منها، وفقد الاتصال بواحدة في أثناء المطاردة. طالب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسرائيل بتقليل ضرباتها في بيروت ومحيطها، كما دعا إلى بدء مرحلة انتقالية تسمح بعودة الرهائن في قطاع غزة. وقال أوستن في مؤتمر صحفي: نريد مرحلة انتقالية، موضحا أن المجتمع الدولي ملتزم بالعمل مع الجيش اللبناني واليونيفيل لضمان أمن واستقرار لبنان. وأكد أوستن أنه أثار مسألة أمن اليونيفيل في لبنان مع وزير الدفاع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل أبلغته بعدم وجود نية لاستهداف القوة. كما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن قوات الطوارئ الأممية يونيفيل تؤدي دورا مهما في حفظ السلام وفي تنفيذ القرار 1701، مشددا على الحاجة إليها. وزعم أن نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت أكد له أن قصف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل لم يكن متعمدا بحسب قوله. ودعا أوستن لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، قائلا إنهم يدفعون بكل جدية لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن وفق وصفه. إلى هنا نصل لختام تغطيتنا لهذه الساعة، نلقاكم على رأس الساعة في تغطية جديدة.